وحول موضوع الملتقى معنا عبر الهاتف الأستاذة مريم اليامي، مدير إدارة الدراسات والبحوث بمعهد البحرين للتنمية السياسية. أستاذتي الكريمة، بعد التحية، ما أهمية هذا الملتقى وما هي أهدافه ومحاوره التي سوف يناقشها؟ طبعا بداية أرحب بك أستاذي الفاضل بسام وبالمشاهدين الكرام. بيأتي هذا الملتقى برعاية كريمة من معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يؤكد على أهمية هذا النوع من الفعاليات الوطنية على أرض مملكتنا الغالية. يعتبر هذا الملتقى منبر للتحاور مع النخبة الثقافية والفكرية البحرينية والخليجية، ومظهرا آخر من مظاهر المشاركة في صناعة القرار الوطني، وهي أهم أساسيات عملية التحول الديمقراطي في المملكة، واللي أكد عليها سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مشروعه الإصلاحي اللي انطلق منذ بداية عهده الزاهر، وهو ما يجعل من ملتقى التنمية السياسية منبرا للتناقش الخلاق حول هذه الشؤون والقضايا السياسية اللي بتركز على إدراك المواطنين على أهمية هذه القضايا. نعم، بما يتعلق بموضوع الملتقى، البحرين انتماء ومواطنة، كيف سيسهم هذا الملتقى في تعزيز الانتماء الوطني؟ نعم، طبعا ترتكز رؤية هذا الملتقى على الرؤية الملكية السامية بربط الولاء والانتماء الوطني بمفهوم الدولة، كما أن الملتقى اللي هو ملتقى التنمية السياسية فعالية وطنية تسهم مع فعاليات وأنشطة أخرى في تعزيز الانتماء الوطني بفعل تضافر جهود العديد من مؤسساتنا الوطنية، من بينها معهد البحرين للتنمية السياسية، واللي نأمل أن تثمر جهودنا في إحداث تراكم معرفي يؤدي إلى تعزيز الوعي الوطني. نعم، كل التوفيق لكم الأستاذة مريم اليامي، مدير إدارة الدراسات والبحوث بمعهد البحرين للتنمية السياسية، شكرا جزيلا لك.